محافظة صلاح الدين وإعادته إلى محافظته كركوك في أعقاب تصاعد الاعتداءات الإرهابية التي طالت القضاء خلال الآونة الأخيرة واستمرار سياسة الإهمال والتهميش بحق القضاء. وأعلنت مقامية ومجلس قضاء خورمات بدء اعتصام ابتداء من يوم غد احتجاجا على تردي الواقع الأمني. يشار خالد كان هناك وأوفانا بالتفاصيل التالية. طالبت إدارة ومجلس قضاء خرمات خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بفك ارتباط القضاء بمحافظة صلاح الدين وإعادته إلى أحضان المحافظة الأم كركوك. نطالب فك ارتباط قضاء طوز من محافظة صلاح الدين إداريا وإلحاقه إلى محافظة كركوك، وذلك لعدم قدرة المحافظة لتوفير الأمن لمواطني القضاء. 3. تشكيل وفد لزيارة دولة رئيس الوزراء ورئيس حكومة إقليم كردستان ووزارة الإسكان والإعمار في بغداد والسيد محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظة كركوك. 4. مطالبة وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة المركزية ووزارة بيشمركة والداخلية في حكومة إقليم كردستان لعقد اجتماع طارئ لوضع حلول المناسبة للوضع الأمني المتدهور في القضاء. قائم مقامية قضاء خرمات ومجلسه قرروا بدء اعتصام ابتداء من يوم غد الاثنين ولمدة أسبوع احتجاجا على تردي الوضع الأمني في القضاء. إعلان تعليق عضوية جميع أعضاء مجلس قضاء الطوز لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الاثنين المصادف 25/11/2013 لحين تنفيذ ما ورد أعلاه. مطالبة حكومة محافظة صلاح الدين لمفاتحة الحكومة المركزية لمحاسبة المقصرين والمفسدين وحالتهم إلى النزاهة، وبالأخص الشركة المنفذة شركة حمورابي التي تلكأت في تنفيذ مشروع الشارع الحولي لمدينة الطوز، مما أدى إلى انهيار قسم من المشروع نتيجة تعرضه للأمطار الغزيرة مؤخرا. إعادة قضاء خرمات إلى محافظة كركوك إعادة للأمور إلى نصابها الصحيح، فخرمات أصلا كانت عائدة لكركوك قبل أن يستقطعها النظام البعثي المباد ويلحقها بمحافظة صلاح الدين. قرار اتخذ بالإجماع من قبل أعضاء المجلس البلدي لخرمات والقائم مقامية لإلحاق القضاء إلى كركوك مدينتهم الأم والاعتصام لمدة أسبوع لحين تنفيذ قرارات أخرى اتخذت بهذا المجال. من أمام مبنى قائم مقامية قضاء خرمات يشار خالد، فضائية كركوك. ولمتابعة هذا الموضوع عن قرب ينضم إلينا عبر الهاتف السيد علي هاشم نائب رئيس مجلس قضاء خورماتو. أهلا بك سيد علي. أهلا وسهلا بكم. سيد علي، بداية قرار إدارة قضاء خورماتو اليوم بفك الارتباط بمحافظة صلاح الدين والعودة إلى أحضان المحافظة الأم كركوك، هل هو قرار جميع مكونات القضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر قناتكم الفضائية الموقرة قناة فضائية كركوك. هذه احدى النقاط او القرارات التي اتخذت في مجلس القضاء طوز اليوم، ولم تأتي جزافا هذه القرارات، انما هذه القرارات جاء بعدما رأى العالم والعراقيين ما يجري في الطوز على اهالي طوز خرماتو من التفجيرات من أحزمة الناسفة والعجلات المفخخة، مما أدى إلى استشهاد مئات من المواطنين الأبرياء وآلاف الجرحى، وما حصل أمس غروبا استشهاد 10 مواطنين أبرياء وجرح أكثر من 50. هذا القرار وهذه النقاط التي اتخذت، نعم نحن نمثل أهالي طوز من مكوناتها التركمانية الكردية العربية، وهذه المطالب وهذه القرارات هي مطالب أهالي طوز خرمات. نعم. طيب سيد علي، هل لك أن تحدثنا عن الأسباب التي تقف خلف هذه المطالبات، خصوصا وأن القضاء شهد منذ فترة ليست بالقصيرة ترديا في الواقع الأمني كما أسلفت؟ نعم، هذه القرارات جاءت اليوم بعد يأس الإدارة المحلية والمجلس من الوعود التي أعطيت إلينا من جميع الأطراف المعنية من الحكومة المركزية ومحافظة صلاح الدين. لنكون واقعيين، نعم وصلنا إلى أبواب مسدودة، ليس هناك آذان صاغية لمطالبنا وأهاتنا،
والمواطن هو الضحية في هذه العمليات الإجرامية. نعم، ولا أحب أن أقول إن هذه القرارات لم تكن قرارات الأولية أو الأخيرة. نعم، هناك إذا لم تكن هناك استجابة أو إجابة أو سماع لهذه القرارات، وستكون هناك خطوات أخرى بعد انتهاء المدة الذي قرره المجلس. طيب سيد علي، ألا تتصورون أن قرار إدارة ومجلس قضاء حرمات اليوم جاء متأخرا، خصوصا وأن هناك شكاوى من أبناء القضاء باستمرار التهميش من قبل حكومة صلاح الدين وأيضا الحكومة الاتحادية؟ نعم، لم تكن هذه القرارات متأخرة. نحن اتخذنا قرارات منذ أكثر من سنتين عندما بدأ الوضع الأمني تتردد في قضاء طوس، لكن كنا عندما نشكو أو نأخذ قرارات إلى مجلس المحافظة السابقة والجديدة وإلى حتى حكومة المركزية وإلى الجهات الداخلية كنا ننتظر وعود، ولكن هذا اليوم وصلنا إلى قناعة بأنه وعود لم تنفذ، فعليه لابد من اتخاذ هذه القرارات. طيب سيد علي، ما هي رؤيتكم لمستقبل قضاء حرمات، وهل هناك إمكانية لرضوخ الجهات المعنية لإرادة أبناء القضاء ومن مختلف المكونات؟ نحن سنقوم بواجبنا كممثلين أهالي طوس في المجلس المحلي، وسيكون المواطن الطوزاوي معنا، وسنتخذ القرارات المناسبة لإيصال صوتنا ومطالبتنا إلى جميع الجهات في داخل العراق. طيب في سؤال أخير سيد علي، قضاء حرمات الذي استقطع بمقص النظام البعثي من كركوك بهدف تغيير واقعها الديموغرافي، ألم يحن الوقت لرفع الغبن عنه وإعادته إلى أحضان محافظته الأم كركوك؟ هذا رأيي الشخصي. أقول هناك قرارات سياسية على مستوى بغداد وأقليم كردستان، لكن أمنيتنا وطموحنا أن نرجع إلى الأم، لنكن واقعيين لأنه قرب المسافة وكثير من أمورنا الآن يدار من قبل محافظة كركوك ومجلس محافظة كركوك. من قضاء حرماتو السيد علي هاشم نائب رئيس مجلس قضاء حرماتو، كنت معنا في اتصال هاتفي، شكرا على هذا التوضيح. شكرا لك. شكرا. في موضوع آخر مشاهدين الكرام، شهدت ناحية السعدية وهي أحدى المناطق الكردستانية خارج أقليم كردستان ترديا في الوضع الأمني منذ سنوات بسبب الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف الناحية بين الحين والآخر وعمليات التهجير الممنهجة التي يتعرض لها